السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس الابتدائي في مادة المهارات الحياتية والأسرية. عنوان درسنا أنا أستطيع التصرف في الفصل الدراسي الثالث. قبل أن نبدأ كعادتنا، ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين. أولاً، أجلس في مكان هادئ بعيداً عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة. كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح، وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي. وماذا أيضاً؟ أنصت وأستمع لمن؟ أحسنتم، لمعلمي ولمعلمتي. لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا. في درسنا لدينا أهداف. هدفنا العام هو ألا يدخل الطالب والطالبة في بث مباشر مع غريب في مواقع التواصل الاجتماعي. أما عن أهدافنا الخاصة، أولا أن يذكر الطالب والطالبة المقصود بالشخص الغريب. ثانياً، أن يذكر الطالب والطالبة السلوك الصحيح عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. أعزائي الطلاب والطالبات، هيا نتذكر. ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في درسنا الماضي. هيا تذكروا معي ماذا تعلمنا في درسنا الماضي. تعلمنا وتحدثنا وسمعنا قصة فواز، وقلنا إن فواز طالب يحسن التصرف. تذكروا معي كيف أحسن فواز التصرف عندما انتهى يومه الدراسي وأراد العودة إلى المنزل. رأى سيارته ولكنه لم يركب في السيارة. لماذا؟ نظر أولاً لسائق السيارة. إذن نظر فواز أولاً لسائق السيارة، فحينما رأى أن السائق والده، أين ركب فواز؟ وأين جلس فواز؟ في المقعد الخلفي أم في المقعد الأمامي؟ السائق الذي يقود السيارة هو والده. ما رأيكم؟ أين يركب فواز؟ وأين يجلس فواز؟ أحسنتم، يجلس بجوار والده في المقعد الأمامي، فهو يحسن التصرف. أما في اليوم التالي، أيضا حين عودته من المدرسة، رأى سيارته، ولكنه كما قلنا يحسن التصرف. إلى أين نظر فواز؟ نظر إلى قائد السيارة، فرآه من؟ فرآه السائق. برأيكم أين جلس فواز؟ بجوار السائق في المقعد الأمامي أم في المقعد الخلفي؟ رائع، جلس في المقعد الخلفي، فهو يحسن التصرف. برأيكم هل تصرف فواز صحيح؟ أحسنتم، تصرفه تصرف صحيح. لماذا؟ ماذا قلنا في درسنا الماضي؟ قلنا وتعلمنا أنه عندما أكون في السيارة مع السائق وحدي، أجلس أين؟ في المقعد الأمامي أم الخلفي عندما أكون لوحدي مع السائق؟ أجلس في المقعد الخلفي. إذن عندما أكون في السيارة وحدي مع السائق، أجلس في المقعد الخلفي، ولا أنسى ربط حزام الأمان. أحسنتم، هذا ما تعلمناه في درسنا الماضي. ماذا عن درسنا اليوم؟ ماذا سنتعلم؟ أيضا قصة ممتعة. هيا نستمع إلى هذه القصة لنتعرف عليها. قصة مشوقة نستخرج منها الفائدة. هيا نستمع لقصتنا. عنوانها كيف نحسن التصرف. الآن نحن سوف نتعلم كيف نحسن التصرف، ولكن نحسن التصرف بماذا؟ هيا نستمع لقصتنا.
كيف نحسن التصرف؟ صديقنا وليد يحب استخدام الهاتف المحمول والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. إذن صديقنا وليد هو طالب نشيط ومجتهد، يحب استخدام الهاتف المحمول كثيراً ويحب التواصل بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي. دائماً يتصل بأقاربه ويطمئن على أحوالهم ويرسل الرسائل لهم. إنه طالب يحسن التصرف وطالب مجتهد. ما اسم صديقنا؟ أحسنتم، وليد كما نرى في الصورة. ماذا حصل لوليد؟ هيا نكمل القصة. طلب منه شخص غريب أن يدخل معه في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شخص غريب لا نعرفه. طلب من وليد أن يدخل معه في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكما عرفنا أن وليد يحب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً. ماذا حصل بعد ذلك؟ من هو الغريب؟ تعرفنا وسمعنا أن شخصاً غريباً طلب الدخول مع وليد في بث مباشر. ماذا نعني بالغريب؟ هل هو أخي؟ هل أخي هو شخص غريب؟ لا، أخي هو من العائلة، ليس شخصاً غريباً. ماذا عن أختي؟ هل أختي هي شخص غريب؟ أنا أعرفها، هي ليست شخصاً غريباً، فهي من عائلتي وأسرتي. ماذا عن صديقتي في المدرسة وصديقي في المدرسة؟ هل هم أشخاص غرباء؟ أنا أعرفهم، هم أصدقائي. أحسنتم، هم من الأصدقاء، ليسوا أشخاصاً غرباء. ماذا عن شخص غريب لا أعرفه ولم أره من قبل ولا أعرف اسمه؟ هو إذن من الغرباء، هو شخص غريب. هذا الشخص هو الذي طلب من وليد الدخول إلى معه في مواقع التواصل الاجتماعي عبر بث مباشر. تقدم وليد إلى والده فورا وقال له وأخبره بما حصل. طلب منه والده أن يرفض ذلك. إذن وليد طالب يحسن التصرف، أخبر والده فورا بما حصل له وطلب والده أن يرفض ذلك. هل تصرف وليد صحيح عندما رفض الاتصال مع الغريب في بث مباشر؟ نعم، وتصرفه كذلك صحيح عندما أعلم والده فورا بذلك. ماذا عن صديقتنا نورة؟ نورة كانت في الحديقة تلعب مع عائلتها. كما نرى نورة سعيدة تلعب في الحديقة مع أسرتها. ماذا حصل لصديقتنا نورة؟ هي أيضا تحسن التصرف. ماذا حصل لنورة؟ تقدم لها شخص غريب وطلب منها رقم هاتفها لكي يتواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدخل معها في بث مباشر. إذن هذا ما طلب منها الشخص الغريب. وتعرفنا ماذا نعني بالغريب؟ هو الذي لا نعرفه ولا نعرف اسمه ولم نره من قبل. نورة فتاة تحسن التصرف. ماذا فعلت نورة؟ هل وافقت؟ ما رأيكم؟ هل وافقت أن تعطي الشخص الغريب رقم هاتفها لكي يتواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر؟ رفضت نورة بالتأكيد، فهي مجتهدة وذكية وتحسن التصرف. ماذا فعلت بعد ذلك؟ فورا أخبرت والدها. إذن أخبرت والدها بما حصل لها. هل تصرف نورة صحيح عندما رفضت إعطاء الشخص الغريب رقم هاتفها وعندما أخبرت والدها بما حصل معها؟ أحسنتم، تصرفها صحيح. إذن تعرفنا على قصة وليد وتعرفنا على قصة نورة، كيف أحسن التصرف؟ ماذا عن صديقنا عامر؟ كيف أحسن التصرف؟ هو أيضا يحب أن يلعب بالألعاب وأن يدخل في بث مباشر
بواسطة هذه الألعاب. تقدم له من للدخول معه في بث مباشر؟ تقدم له شخص يعرفه، إنه صديقه أحمد. هو صديق عامر. هل هو غريب؟ ليس غريباً، هو يعرفه. إذن عامر صديقه أحمد طلب منه أن يدخل معه في بث مباشر. عامر وأحمد صديقان. ماذا فعل عامر؟ هو يحسن التصرف. وافق عامر أن يدخل مع صديقه في بث مباشر وفي لعبة مباشرة بحضور أسرتهما. إذن هل تصرف عامر صحيح؟ نعم، تصرف عامر صحيح. إذن عرفنا كيف أحسن وليد التصرف عندما رفض ولم يسمح للغريب بالدخول معه في بث مباشر، وعرفنا كيف أحسنت نور التصرف عندما رفضت أن تعطي الغريب رقم هاتفها حتى يدخل معها في بث مباشر، وعندما وافق عامر أن يدخل في لعبة مباشرة مع صديقه أحمد لأنه صديقه ويعرفه جيدا. ماذا تعلمنا من قصتنا لهذا اليوم؟ أنه يجب ألا أدخل في بث مباشر مع غريب في مواقع التواصل الاجتماعي. نحرص دائما على أن ندخل على ألا ندخل في بث مباشر مع الغرباء الذين لا نعرفهم في مواقع التواصل الاجتماعي. هيا نرى نشاطنا. من هو الغريب؟ هل الجد هو من الغرباء؟ جدي هو من عائلتي، ليس غريبا. ماذا عن عمتي؟ هي أيضا من عائلتي. ماذا عن صديقتي في المدرسة وصديقي في المدرسة؟ أحسنتم، هم من الأصدقاء. ماذا عن شخص لا أعرفه ولا أعرف اسمه؟ هو من الغرباء، أحذر منه دائما. صل العبارة بما يناسبها. لا أدخل في بث مباشر مع غريب في مواقع التواصل الاجتماعي. مع غريب أم مع العائلة؟ لا أدخل في بث مباشر. أحسنتم، مع الغريب. لون العبارة الصحيحة. هيا بألوانكم الجميلة لونوا هذه العبارة الصحيحة. أدخل في بث مباشر مع الأصدقاء، هذه العبارة الصحيحة. أما أدخل في بث مباشر مع الغرباء أتجنبها، إنها عبارة خاطئة، لا ألونها. ضع كل من الكلمات التالية في الفراغ المناسب. فراغ، نكتب لا. لا أدخل في بث مباشر مع من؟ مع غريب، أحسنتم، في مواقع التواصل الاجتماعي. اكتبوها بخطكم الجميل. ماذا تعلمنا اليوم إذن؟ تعلمنا أنه يجب ألا أدخل في بث مباشر مع غريب في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما تعلمناه لهذا اليوم. هيا نعود لشاشتنا. لدينا الآن توصيات لولي الأمر. توفير بيئة هادئة أو محفزة للطالب والطالبة، الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة، تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.